سمي لي عبد الضعيف انه كان يمارس سميتو ميدان التعليم. هو رجل تعليم بالاصل و يعني تعاطى لهذا الميدان من باب الهوايه اولا وحب هذا الميدان هذا، وثانيا انا رسام محترف منذ زمان، تكلفت برسوم عده قصص ديال الناس ديال دور النشر في المغرب كلها تقريبا تعاملت معها منذ الثمانينات. انا اول واحد دخل في هذه المغامره، انا الرائد الاول، يعني ما كاينش اللي سبق مني دار هذه المغامره هذه. عملنا افلام مثلا، انا عندي دابا الان اللي هي موجوده 10 ديال الافلام، كان اخرها فيلم سميتو فيلم عصفور من الاطلس، هو فيلم تقريبا فيه 10 دقائق ونال اقبال كبير ونال جائزه من مهرجان السابع، الدورة السابعة لمهرجان سينما الطفل بالقاهرة، وعلى إثره سرت من لجنة التحكيم الذي مثل المغرب هناك في هذا المهرجان. على ما رأيته الآن في هذا المهرجان ديال المكناس ديال التحريك، أن الآفاق الآن يعني وقع انقلاب، وقعت ثورة في هذا الميدان في المغرب، ان هناك مؤسسات هي موجوده دابا ستاندينغ ديالها اكثر من 10 مراكز ديال الشركات هنايا ديال الانتاج ديال التوزيع ديال التمويل، غير خاص اللي يعمل. وهذا الميدان باين الان بانه ميدان ديال التنميه حقيقيه ديال التنميه المستدامه، يمكن للشباب يدخل فيه بأعداد كبيره.